السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أصدقائي وأحبابي مشاهدي ومشاركة ومتابعي قناة دكتورات محمد عبد. على الحب دائما نلتقي فضلا تعالى لقاء جديد ورسم منظر طبيعي بطريقة سهلة جدا. يعني إن شاء الله اليوم هنرسم بشكل مختلف، أتمنى بإذن الله تعالى إن الفيديو ينال إعجاب حضراتكم والجميع معنا اليوم مستفيد بإذن الله. بداية قبل أن نتحدث في التفاصيل، بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمة العالمين. وكالعادة بطلب من حضراتكم وضع لايك أسفل الفيديو دعم لنا كي نستمر، واشتراك في القناة لو حضرتك أول مرة تزورنا في القناة، يسعدنا اشتراك حضرتك في القناة وتفعيلك لزر الجرس حتى يصل كل جديد. ده التخطيط، وبنبدأ مع اللون البرتقالي والأصفر والقليل من اللون الأسود، دول ثلاث ألوان هنبدأ بيهم إن شاء الله. بناخد لون قليل قوي من الاسود على البرتقالي، هكذا الالوان الوان اكريليك. لوحة القنفص 35 سنتي في 50 سنتي، وبالفرشة فرشة مسطحة شعرها ناعم، تقدر حضرتك تحصل على الفرش من اي مكتبة كبيرة. المكتبات الكبيرة دايما بيكون فيها قسم للرسامين، هتسألوا حضرتك وحضرتك تسألي عن فرش للرسامين او فرش للرسم، هيقولك ايه، هيوروكوا انواع كتيرة جدا واشكال مختلفة كلها بتبقى صالحة للشغل على القنفص وبالالوان الزيت او الالوان البلاستيك او الالوان الاكريليك. يعني عموما عند خط الأفق هنا فيه أربع شجرات، شجرة على اليمين بمفردها وثلاث شجرات في منتصف اللوحة كده. هنظهر هذه الأشجار وإزاي نخليهم بشكل يعني يكونوا متباينين من بعض، طبعا ده اللي احنا الهدف من الفيديو. يعني بنرمي ألوان بهذا الشكل، طبعا ضفنا اللون الاخضر مع الاصفر، الاصفر هنا اهو، والفرشة فيها قليل من الاسود كده، وبنبدأ نملأ المساحة المتبقية من اللوحة على اليسار هكذا، وطبعا جزء من المياه او البحيرة بيكون جات اليمين اللي هي الخط اللي هو اللي واخد الدوران ده. عايز بس حضرتك وحضرتك تركزوا في حركة الفرشة ازاي بنملى المساحات الخضراء او اللي هي فيها زرع بطريقة سهلة جدا. هكذا بنبدأ ناخد من الالوان اللي موجودة على البلتة وبنرمي الوان مبدئية، دي كلها الوان مبدئية، بنزود الاسود في المنطقة دي لان المنطقة دي يكون فيها انعكاس للاشجار. لكن شوف انا عايز اوسع مساحة البحيرة بوسعها ازاي، اهو بدخل كده باللون الغامق الاسود ده، بدخل بيه على ناحية الشمال شوية بيبدأ البحيرة توسع معايا. هكذا بنخلط مع الانعكاس او الاسود ده، بنكسره شوية بالاصفر. اللون الاصفر هنا بيلعب معانا دور رئيسي في الصورة كلها. كل دي الوان مبدئية بنرميها في البداية. طبعا زي ما تعودنا في فيديوهاتنا السابقة ان احنا ممكن نبدأ اللوحة من اعلى لاسفل، ممكن نبدأ اللوحة من المنتصف، فبالطريقة اللي انت حضرتك شايفها تقدر تشتغل بيها اشتغل بيها، ولكن انا هنا حبيت ابدأ بهذا الشكل المختلف والجديد، وهقول لكم ازاي هنقفل اللوحة بقى والعناصر كلها تقفل مع بعضها بشكل جميل جدا. بجيب اللون الاصفر بضيف عليه سنة ابيض قليل من الابيض، وببدأ ادي ضربات بالفرشة كده، فرشة مسطحة تلات ارباع بوصة، شعرها يعني يعتبر خشن شوية، بدي ضربات كده على حافة البحيرة. بدأ الازرق يظهر اهو، اللون الازرق ظهر على البلتة، بخلطه مع قليل من الابيض، والابيض ده طبعا بلاستيك نص لمعة، ويفضل ان هو كمان يكون لمعة كاملة بيبقى افضل يعني. وبنبدأ نحشي او نملأ المساحات المتبقية هكذا. يبقى الأشجار دي ألوان مبدئية احنا رميناها، لسه هنشتغل عليها اللمسات الأخيرة، والمساحات الخضراء برضو دي ألوان مبدئية.
بنملأ باللون السماوي اللي هو الأزرق مضاف عليه الأبيض هكذا. وهنتعلم مع بعض ازاي نشغل السحاب بشكل بسيط جدا. الناس اللي بتعتبر ان السحاب ده بيعتبر مشكلة بالنسبة لها، لا، السحاب سهل جدا. بص ازاي، هبدأ اخد ابيض اهو، الابيض مختلط باللون السماوي هكذا، وعينك دايما على حركة الفرشة، عينك دايما على حركة الفرشة. شوف بتقطع كده بالابيض، بتخترق هذا اللون السماوي بتكتلات سحاب هكذا. ركز، هتلاحظ ان الفرشة مسطحة. احيانا بشغل بحافة الفرشة، شوف الفرشة بتتحرك، بتقلب الفرشة في ايدك في جميع الاتجاهات. بص بيسيف الفرشة وبوش الفرشة اهو، لو ركزتوا قوي على حركة الفرشة هتعرفوا ان الفرشة بتشتغل في كل الاتجاهات حسب احتياجك انت وحسب طريقة رسمك للعنصر اللي انت بتشتغله. وباللون الازرق بدأنا نشتغل في البحيرة بدرجة الوان مختلفة طبعا عن لون السماء هكذا، مع قليل من الابيض، وبنجيب انعكاس السماء في البحيرة. وايضا كل دي الوان مبدئية. كلمة الوان مبدئية بتسمعوها مني كتير دايما في العشر دقائق الاولى من عمر الفيديو او من عمر المقطع. ليه؟ او من عمر اللوحة. ليه؟ لان دايما بنرمي ارضيات وبعد كده بنفنش. يعني مثلا السحاب دلوقتي بدأت ادخل في مرحلة قبل النهائية، يعني قبل الاخر او مرحلة قبل الفينش في السحاب، اهو دخلت بابيض شديد وبدأ يظهر معي، ويبقى هنا يظهر بشكل افضل يعني، وهنا بسنة رصاصي كده خفيفة عند خط الافق ببدأ ادي ضوء كده في الارضية. هيختلط هذا اللون الرصاصي مع الالوان اللي هي الوان الزرع، وبنبدأ ندخل في المرحلة الثانية من رسم الاشجار، واللون البرتقالي مضاف عليه قليل من الاصفر، وضربات خفيفة كده غير متباينة مع شعرة اسود، يعني قليل من الاسود هيدخل في الالوان دي عشان يعطيني العتمة اللي موجودة داخل الاشجار. ادي سنة الاسود هي اختلطت بكتلة الشجر دي كده، عايز اظهرها اكتر، اجيب الوان يعني سنة ابيض بسيطة كده مع البرتقالي، او افتح بالاصفر، شوف حضرتك اهو، واروح على الحواف كده وابدأ ادي بعض الضربات كده، لان الضوء هنا جاي من جهة اليمين، كل الضوء هنا من جهة اليمين اهو زي ما حضراتكم شايفين. وبتبدأ تدي ضربات بسيطة تظهر لك اوراق الشجر هكذا. طيب ما زالت اللوحة في بدايتها، وكل دي الوان مبدئية هيجي عليها الفينش بتاعها. انعكاس الشجرة بيكون في الاسفل في البحيرة هكذا مع سنة اسود بسيطة. بنبدأ برضو ندي نفس الظلال بنفس الالوان اللي فوق في المية، ونروح بقى للشجرة اللي هي باللون الاخضر. ده اخضر مضاف عليه قليل من الاسود. شوف بقى الشجرة تبدأ تظهر معاك مع المعالم بتاعتها ازاي، مع خلفية السحاب الجميلة البسيطة الهادية اللي احنا عملناها ورا، ضربات بوش الفرشة، شعر الفرشة بيبدأ يظهر لك كده، حواف الشجرة ونهايات الشجرة، لون اشبه باللون الزيتي نتيجة انك انت بتخلط قليل من الاسود على الاخضر. وبعد كده جبت اللون الاصفر وابدأ اوزع به الاضاءة. يبقى انت بدأت بالظل وبتبدأ تدي ضربات عشان تظهر اوراق الشجر اللي واقع عليها الضوء هكذا. طبعا الشجرة هنا في المكان ده على مسافة وعلى بعد، فضربات الفرشة بتاعتك بتكون ناعمة قوي، يعني بتكون كده حاجات بسيطة يعني. وهي هنا المهارة، مهارة بتظهر هنا في انك تشتغل في العناصر البعيدة بلمسات بسيطة. ونبدأ بفرشاة قلم 5 ملي مبططة او مسطحة، ونرسم بعض جذوع الشجر هكذا،
كتلة الشجر الخضرة دي ممكن تخليها شجرة او اتنين او تلاتة. ازاي؟ اقول لك ازاي، بس بعد ما نحط اللمسات الاخيرة من الضوء الواقع على اوراق الشجر في هذا المكان. طبعا الضوء جاي من جهة اليمين اهو، نبدأ نزود كده. لاحظ ان انا باخد سنة احمر مع الاصفر كده عشان يعني ايه اكسر اللون الاصفر ده حبة. ضربات بسيطة جدا بالشكل ده. طيب بعد ما بننتهي من اعطاء الاضاءة اللي هي موجودة على اوراق الشجر، هنرجع للفرشة القلم ونرسم جذوع الشجر. وعايز احول هذه الكتلة الى شجرة، اكتر من شجرة يعني شجرتين ثلاثة. شوف هعمل ايه بقى دلوقتي. بص رايح فين انا كده، هي شجرة واحدة لحد الان كده، دي شجرة واحدة، انا عايزها اكتر من شجرة. شوف بدأت اسس ليه، اسس الشجرة تاني جنبيها على يمينها اهو، وباخد منها كده فرع اهو رايح ناحية اليمين. اصبحوا دلوقتي شجرتين متداخلتين مع بعض. وننتقل للشجرة اللي هي باللون الأحمر اللي هي في النص دي المنتصف، وبنعمل بعض الفروع والجذوع الشجرة، والشجرة اللي هي باللون البرتقالي اللي هي في المقدمة زي ما حضراتكم شايفين. وعايز بقى تخليها شجرة واحدة تعمل جزء واحد، عايز تخليها أكتر من شجرة تعمل أكثر من جذع زي ما حضرتك شايف. وأيضا جذوع الشجرة اللي رسمناها في الشجرة اللي على اليمين اللي هي المفرد اللي هي الوحدة دي، عملناها عبارة عن شجرتين أهو. كل ده شغل مبدئي، لكن الشجرة اللي بالأخضر دي خلصت كده، أوراق الشجر بتاعتها خلصت. والآن بضيف على اللون الأحمر الفوشيا ده اللي هو الوردي سنة أبيض عشان أعطي اللمسات الأخيرة لهذه الشجرة أو الشجرتين اللي هما باللون الوردي ده. ضربات ناعمة جدا بالفرشة، فرشة أنجلو 3/4 مسطحة شعرها ناعم. تبدأ طبعا خلي بالك الشجرة اللي بالأخضر دي في الخلف، واللي جاي أمامها الشجرة اللي هي باللون الوردي دي، وهيكون في المقدمة خالص الشجرة اللي هي باللون البرتقالي. ركزوا في الكلام اللي انا بقوله ده، لان ده مهم جدا ان كنتوا تعرفوا الابعاد اللي موجودة عندنا. ابدأ اروح على الشجرة اللي باللون البرتقالي واديها اللمسات بتاعتها، ودي بقى هتكون مغطية على جزء من الشجرة الوردي، والشجرة اللي هي باللون الوردي مغطية على جزء من الشجرة اللي هي باللون الاخضر. وبوش الفرشة وبعمل اطراف الشجرة هكذا سنة ابيض بسيطة، وابدأ اخلطها مع البرتقالي علشان اعطي اللمسات اللي هي النهائية اللي هي ايه الاضاءة اللي واقع على اوراق الشجر هكذا. بدأ يظهر قدام حضرتك تكتلات الاشجار الثلاثة، وكأننا يعني في درس لشرح طريقة رسم الاشجار، اكتر من نوع من الاشجار هم. وبنفس الالوان بتعمل الانعكاس في المياه. البحيرة كده لسه فيها كلام تاني، لكن احنا دي البداية. وبندي الفينش باللون البرتقالي للشجرتين اللي على اليمين المتداخلتين مع بعض. لكن لاحظ كده الانعكاس بناخده بشكل رأسي وليس افقي، خطوط رأسية اهو. الفرشة اتجاهها ايه؟ من اعلى لاسفل. وبنأكد على جذوع الأشجار هنا علشان نظهر كم شجرة عندنا. ادي شجرة باللون البرتقالي، عد معايا، وادي جزء تاني هنعمله هنا، يبقى اصبحت دي شجرة اخرى متداخلة مع الشجرة اللي جنبها. وبنظهر بعض الفروع، وكده رحنا على الشجرة اللي هي باللون الوردي، وايضا حولناها لشجرتين متداخلتين مع بعض.
يبقى اصبح الثلاثة اللي احنا كنا بادئين بيهم دول اصبحوا دلوقتي كام شجرة؟ اصبحوا 6 شجرات، واثنين لوحدهم على اليمين 8 شجرات. بنفتح كده بلون ابيض علشان ندي تأثيرات اكتر، وشوف لمسات بسيطة جدا تديك اوراق الشجرة البرتقالي دي من على بعد، فبتكون كتل الاشجار ناعمة. لازم عينك تبقى شايفة، وحضرتك ايضا يا فنانة لازم تقدروا المسافة، علشان بناء على المسافة اللي انتوا هتقدروها دي هتشتغلوا العناصر حجمها يكون قد ايه، ضربات الفرشة، قوة ضربة الفرشة، يعني انت بتضرب ضربات قوية ولا ضربات ضعيفة قوي، ازاي اجيب لمسات خفيفة وناعمة، وازاي اجيب ضربات كبيرة، امتى اجيب ضربات قوية ويكون يعني عطياني حجم كبير، وامتى ادي تأثيرات ناعمة كده زي الاشجار دي. المسافة هي اللي بتحدد ده. غيرنا الباليتا وجبنا اللون الاصفر الكناري مع اللون الابيض علشان هنبدأ نغير شكل اللوحة خالص، وحبة اخضر بسيط. ليه؟ هنوزع الضوء من خلال الحشائش اللي موجودة في الارضية. يبقى هنا انا بعلم حضرتك وبقول لحضرتك ازاي ان كنتوا ترسموا الحشائش والمساحات الخضراء بشكل سهل جدا وبسيط، وازاي كل العناصر تركب مع بعضها وتبقى متداخلة مع بعضها، ايا كان انت بدأت بمين او انتهيت بمين. في ناس ممكن ترسم الارضية دي كلها الاول بعد كده تحط الاشجار، في ناس ترسم السماء الاول ينتهي من السماء وينتهي من المساحات الخضراء ثم يرسم الاشجار ثم البحيرة، كل واحد وطريقته. وانا متعمد ان اقدم لحضراتكم في كل فيديو بداية مختلفة باللون الاصفر كده مع قليل من الابيض وقليل من الاخضر، هبدأ اوزع الاضاءة اللي موجودة في المساحات الخضراء اللي هو نفسه يعتبر في نفس الوقت انا برسم الحشائش، الحشائش البسيطة او الصغيرة اوي اللي هي عطيان اللون الاخضر اللي في الارضية او في المساحة الخضراء المزروعة دي. ما بين الاصفر والابيض ببدأ اوزع هكذا بوش الفرشة، الفرشة دي شعرها خشن سنة بيديني تأثيرات للحشائش حلوة، لكن شوف الانحدار، شوف انت نازل من اعلى لاسفل، شوف حركة الفرشة ازاي الابيض بياكل في الارضية وهو مش ابيض، ده هو ابيض مختلط بالاسفل لكن الابيض اكتر من الاصفر. الارضية هنا بتتغير، الارضية هنا بتتحول امام حضراتكم، هناك في الخلف الضوء شديد جدا، وشوف حتى الضوء بحاول اخترق الاشجار دي بهذا الضوء، اهو بخترق الاشجار بحيث ان الجزء من الاضاءة دي يظهر من الخلفية، يظهر من الاشجار، وخطوط افقية، يعني حركة الفرشة هنا افقية. دائما بقول لحضراتكم ركزوا في حركة الفرشة. انا هرسم الظل دلوقتي، الظل اللي هو فين؟ اسفل الاشجار. ركز شوف انا وصلت لدرجة الظل ازاي، هو نفس لون الارضية مضاف عليه قليل من الاسود، فانا جبت اللون الاسود وزودته لون اصفر اعطاني درجة الظل دي، لان زي ما اتفقنا مع حضراتكم من البداية الضوء قادم في اللوحة من جهة اليمين، فالظل اسفل الاشجار متجه لليسار على يسار الاشجار وواخد جزء من اسفل الاشجار، وبدأت احط كده لمسات بالفرشة باللون الزيت الغامق اللي كنت بعمل بيه الظل ده، حطيت ظلال بحيث يديك عالي وواطي في الارضية. شوف الارضية اصبحت عاملة ازاي، فيها عالي وواطي كتير، فيها انخفاضات وارتفاعات، فيها الواقعية، تحس فيها بالواقعية كده اهو.
لا وكمان ممكن احط بعض الحجاره، يعني مثلا ازود الاسود هنا شويه، فالحاجات اللي بتظلك زي اكوام دي نقدر نحولها لحجاره، وبنتحرك على حافه البحيره وبنزود كده الظل اسفل الاشجار، بيكون شديد في منطقه وخفيف في منطقه. وطبعا البحيره لها شغلها، وهنا برسم الحجاره بديها كده سنه ابيض وببدا اسحبها كده بحيث ان الحجر يبدو الضوء ساقط عليه من جهه اليمين ومن اعلى. بعض الظلال في الارضيات هناك في الخلف، وندخل عليها ببعض الاضاءات والامور كلها تظهر. اسفل حافه البحيره مباشره بنغمق المساحه دي كده باللون اللي هو الزيت الغامق ده، ولما نشغل البحيره طبعا ونديها الفينش بتاعها الصوره هتكتمل معانا. بحاول اخترق كده المساحه دي باللون الابيض علشان ده ضوء واقع على الأرضية. وهنا تعالوا نتعلم ازاي نرسم الحشائش بشكل سهل جدا. ركزوا بقى لان اللوحة هنا هتتحول بشكل كبير. انا جبت فرشة مروحة وسط، مقاسها وسط، وبحافة الفرشة كده شوف بدأت باللون الأصفر مع اللون الزيتي، كل درجات الألوان موجودة قدام حضرتك في البلت اهو. أبدأ أفتح، بدأت أخد درجة اللون فاتح على الفرشة كده، على شعر الفرشة. شوف بعض الحشائش اللي هي على حافة البحيرة. ركز، لو اتعلمت الحتة دي بس تفرق معاك كتير في شغلك وفي رسمك للوحة. بالفرشاة المروحة دي تقدر ترسم حشائش كتيرة جدا وصغيرة وكبيرة وبكل الالوان اللي انت عايز تعملها من بين الغامق والفاتح، كل حاجة سهلة. ركز، شوف الشمس هنا بتظهر من خلال اللون الابيض في الحشائش. كل المساحات تقدر تملاها بهذا الشكل، كل المساحة اللي هي مزروعة اللي هي فيها زرع، المساحة الخضراء تقدر تملاها بهذا الشكل. شوف بقى ببطن الفرشة او بوش الفرشة كده، شوف هنا وضعية الفرشة مختلفة اهي، تديك تأثيرات أخرى، تديك حشائش بعيدة غير الحشائش القريبة المرتفعة دي. بخترق الظل كده ببعض اللمسات، شوف شكل اللوحة اختلف كتير، يعني لمسات بسيطة لكن لها مفعول جميل جدا بيحول معاك الصورة بشكل حلو. لاحظ ازود كده في المنطقه دي من ناحيه اليمين من اسفل، ازود حشائش، فببدا ازود اللون الابيض لان الارضيه غامقه، فبزود اللون الابيض وبوش الفرشه كده ودي بعض الحشائش اللي هي بتعلى هنا وبترتفع لان بيبقى حجمها هنا كبير، فكل ما تبعد للعمق كل ما حجم الحشائش دي بيصغر. ركزوا على حركه الفرشه، شوف فرشه بتقلبها كده في ايدك بحيث انك انت بتشتغل بسن الفرشة، تاخد كده تركز على حرف في كده من الفرشة وتشتغل بيه اهو. بيعجبنا قوي الفرشة المروحة في شغل حشائش. شوف الحشائش البعيدة قوي تبقى صغيرة خالص ازاي، شوف تقدر تتحكم في ده كله من خلال ضغطة ايدك على الفرشة او الضربات نفسها. ركزوا كده، شوف هنا شكل الفرشة وضعية الفرشة اختلفت ازاي. بحاول ان انا اظهر لحضراتكم كل حاجة انا اشتغلتها في اللوحة، وفي الوقت نفسه تقدروا ان كنتوا تنفذوا وتشتغلوا. يعني ما زلت جبت لون اصفر بعد ما كنت بدي بالابيض، جبت لون اصفر وبزود حشائش بيه، بتعمل تنوع كده ما بين الابيض والاصفر. اه شوف الحشائش بدأت تظهر ازاي وبدأت تغطي على جزء من البحيرة، وتقدر توزع إضاءات من خلال الفرشاة دي بتديك أكوام كده، أكوام من المساحات الخضراء
وكأنها حشائش بعيدة جدا، وبنظهر جذوع الأشجار بالفرشة الأنجلو التلات أرباع دي، وبنجيب انعكاسها برضو كده في المية. كل الحاجات البسيطة دي طبعا ما تعديش عليكم. تعالوا بقى نظهر الفينش بتاع البحيرة عشان اللوحة بتاعتنا تكتمل. يعني احنا كده اوشكنا على الانتهاء، فتعالوا نقول ازاي نعطي اللمسة الاخيرة. يعني ما زلت بوزع الظل هنا بقى، انا اقتربت اهو من البحيرة، بجيب لون ابيض صريح ابيض شطف، وتعالوا نعكس السحاب ده في البحيرة على الفرشة الانجلو التلات ارباع دي. شوف في المساحة اللي فاضية بين الشجرتين فوق هي نفسها بتعكسها في المية، اهو خطوط افقية تشتغل بشكل افقي كده. وبعد كده هنبدأ نقول امتى نشتغل بشكل رأسي. شوف الصورة هنا بتتغير، يبقى بنبدأ بألوان مبدئية في شغلنا بعد التخطيط على طول. نبدأ بألوان مبدئية، بعد كده تبدأ بتدي الضوء والظل وتدي الفينش بتاع اللوحة. يعني أقدر أطلع للسحاب أفتحه شوية علشان يمشي مع انعكاسه في المية. أهو بصراحة السماء لونها رائع من وجهة نظر المتواضعة، والسحاب هادي كده، حاجة على الهادي يعني. وتبدأ بعد كده تسحب بشكل رأسي، هو كده شغل المية ملوش قاعدة محددة. وممكن أجيب سنة أزرق كمان أزود كده في المناطق الغامقة في البحيرة الأزرق. اهو الازرق بدأ يجي اهو، شوف هاجي فين في المنطقة دي كده ازود الازرق، لانك هنا انت قريب من الحافة النهر او البحيرة، فاللون الازرق بيظهر معاك بالقوة دي. عموما في النهاية اتمنى رب اكون قدرت اقدم لحضراتكم معلومة مفيدة ومنظر طبيعي يعني بسيط بشكل بسيط، تقدروا حضراتكم كلكم تنفذوه، وهتنفذوا افضل واجمل من كده ان شاء الله. لو حضرتك وصلت معايا للمرحلة دي ما تنساش تترك لي تعليق وتضع لايك اسفل الفيديو قبل ما تخرج. ضع لايك اسفل الفيديو دعم لنا كي نستمر، واشتراك في القناة لو حضرتك اول مرة زورنا في القناة، يساعدنا اشتراك حضرتك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصل كل جديد. ان شاء الله ما تنساش ايضا شاشة النهاية، لمسات بسيطة جدا شاشة النهاية. طبعا بسيب لحضراتكم فيها بعض الفيديوهات اللي ممكن تكون ما شفتهاش للنهاردة او لم تروها حتى الان، فيمكنكم الرجوع لشاشة النهاية ومشاهدة احد الفيديوهات المعروضة لحضراتكم. دي اللوحة بتاعتنا ما شاء الله، لمسات بسيطة في الآخر بقى كده تظهر قوة الشمس، شمس قوية جدا، لون الأبيض، نظر بعض الحجارة هكذا. بتضغط كده بصبع إيدك علشان تمزج اللونين في بعض، الغامق والفاتح. بدأت تظهر الحجارة بشكل جميل، شغل على الهادي، شغل خد راحتك، اتعلم في درس اليوم ازاي ترسم الاشجار، ازاي ترسم الحشائش، ازاي ترسم الانعكاس في المية. بالشكل ده نكون انتهينا من لقاء اليوم، اشوفكم على خير فيديو جديد. اخوكم محمد عبد المنعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.